هو مسار مهني قرب يصل 30 سنة، ماشي سهل. دوزت فيه مدة مهمة في قضاء الجاليس، بعد ما يقارب 6 سنوات في النيابة العامة. بكل صدق حاليا وحنا في المرحلة بداية وفي محطة جديدة من مساري المهني اللي هي العضوية بالمجلس على السلطة القضائية، وما لي أهمية لهذا المجلس ومن دلالات، وخصوصا المرحلة التاريخية اللي كنعيشو، لأن هي مرحلة تأسيس. من هنا منين جات أهمية هذا المجلس في أول صياغه، وأهميته أيضا من أول عناصر نسوية كتكون تحظى بثقة القضاة وبالعضوية في هذا المجلس الدستوري. على كل حال، بكل صدق، أنا بالنسبة لي هذه أحاسيس ذاتية ديالي شخصية، أنني سأفتقد العمل القضائي. أنا جو سوي فام دو تيغ، سعادتي وليبانويسمون ديالي هو كيكون من خلال نسمع المواطن والمشاكل والهموم، وندير كل جهدي باش نحقق له نحلو المشكل اللي عنده. فهذا العمل القضائي أعتقد أنني سأفتقده، وحاليا لا أصدقك القول، يعني بكل صدق نفسانيا اش غنقول لك، يعني بقى فيا العمل القضائي بزاف في هذه الفترة اللي غادي ننتقل فيها لهذه المسألة، لأننا هذا عمل آخر، عمل دستوري آخر يقتضي اختصاصات جديدة بعيدة عن هموم المواطنين ومشاكلهم. صحيح بأننا من اهتمامات المجلس على السلطة القضائية أنه يدير بصماته القوية في إصلاح، ويسير بإصلاح منظومة العدالة، يزيد بها القدام، يخدم إذا كانت هو مهمته الأساسية تدبير المهني للقضاة المملكة، تدبير مسارهم المهني من ترقية، من انتقال، من تعيين، من تأديب، من يعني من المسائل كلها اللي كتهم مسارهم المهني. ولكن في نفس الوقت كاين اختصاصات جديدة اللي هي كتمثل بأن كنعطيو آراء في مشاريع القوانين، عندنا لجان اللي غتشتغل، ولكن عنده أيضا نحن أيضا ملزمون بقدر ما احنا ملزمون بإنزال أو تنزيل ضمانات القضاة، ملزمون أيضا بضمان وبالتنزيل السليم لكل حقوق المواطنين يعني لكل قواعد المحاكمة العادلة. وبدينا الاشتغال في المجلس هذه مدة ما يعادلش أكثر من شهر، لأن من 6 أفريل وحنا كانت نصيب الاستقبال الملكي التاريخي اللي أسعدنا كثيرا وشرفنا كثير. وبدينا الاشتغال في المجلس. دابا كنشتغلوا منكبين بزاف على القانون الداخلي وعلى مضونة القيام، مركزين على هذا العمل كثير، لأنه هو اللي بانطلاق هذا العمل ديال المجلس.